دكتور صبري. دكتور صبري، كيف يمكن تلخيص أسباب المظاهرات في لبنان؟ هل هي اقتصادية فقط؟ طبعا الحالة في لبنان هي عينة من الحالة في العالم العربي. هنالك ظاهرة كبيرة جدا، الفساد، المحسوبية، تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. لكن في وجهة نظري أن الأساس كل هذه المشاكل هو عدم وجود حياة سياسية طبيعية سليمة مبنية على أسس حقيقية تحقق تمثيل الشعب بصورة صحيحة، عدالة، توزيع المنافع بصورة كريمة إلى آخره. لذلك أرى أن الفتيل هو الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لكن الجذور الحقيقية هنالك أزمة هيكلية بنيوية في النظام السياسي في لبنان أو في معظم أو في كل الأنظمة العربية، وهذه التي تؤدي بين الفينة والأخرى، وقد نعرج عليها لاحقا في الحالات المختلفة إلى أن يعني بالمصري يتفرقع الشارع كل فترة أخرى. لكن السؤال الكبير، هل هذه الفرقعة أو هذه الحالة التي تسود الآن في لبنان وفي العراق وفي الجزائر والسودان وغيرها، هل هي حالة مجرد ردة فعل عشوائي من الشعب، أم أنها بداية لمراحل قادمة لاحقة قد تربطنا في التحليل الأكبر لموضوع الربيع العربي ومحاولة ولادة جديدة؟ هل أوجد الربيع العربي أم أن مرة أخرى دولة أخرى مثل لبنان تعطينا عينة أخرى؟